هل الحلف بغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الحلف بغير الله لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، ثم إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أكبر، كحالة عباد القبور الذين يعظمون أصحاب القبور ممن يزعمون لهم الولاية، يعظمونهم أكثر مما يعظمون الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالله كاذبا تساهل في ذلك وحلف بالله وهو كاذب، أما إذا طلب منه أن يحلف بمعظمه فإنه يرتعد، ترتعد فرائصه، ولا يتجرأ أن يحلف بالولي وهو كاذب، هذا يدل على أنهم يعظمون الموتى أكثر مما يعظمون الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخشونهم أن يصيبوهم بأمراض أو بفوادح ولا يخشون الله سبحانه وتعالى، فهذا اليمين شرك، شرك أكبر. أما إذا لم يكن يعظم المخلوق به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر منهي عنه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.